أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. هذا يسأل حفظكم الله عن جماعة تطلق قال نفسها مسمى الأحباب أو جماعة التبليغ، وهل الخروج معهم جائز علما بأنهم يخرجون خارج المملكة؟ هؤلاء عرفوا وكتب عنهم كتابات وعرفوا، ما يحتاج تكرار السؤال عنهم. فهذه الدعوة ما هي معروفة عند أهل السنة والجماعة. الخروج المبادئ الستة مالي كيف والبيعة، وهذه كلها ما هي في الدعوة الإسلامية، هذه محدثات وبدع، لا يجوز الخروج مع هذه الجماعة. هم غيروا اسم التبليغ إلى الأحباب، والحقائق ما تتغير بتغير الأسماء، هي